الصافرة الكنارية من أجمل أنواع الطيور الملونة حول العالم، وتظل عصافير الكناري حلما للكثيرين لتربيتها في المنزل نظرا لجمالها الراقي والجذاب الذي يلفت انتباه العينين. اليوم نقدم لك مواصفة عصافير الكناري وكيفية التعامل معه وتربيته في المنزل. تعود نشأة طائر الكناري إلى موطنه الأصلي جزر ماكارونيسيا، ووصل الكناري البري لأوروبا أول مرة عندما قام الإسبان بغزو جزر ماكارونيسيا ونقلوا منها طائر الكناري معهم، ثم بدأوا في تربيته في الأقفاص. ومن هنا خضع هذا الطائر إلى مختلف التغيرات، لدرجة أن الطائر الذي يباع الآن في متاجر الحيوانات الآلفة يختلف عن طائر الكناري البري بشكل كبير، فأنتج هذا الاختلاف اللون الأصفر اللامع لريش الكناري، وهذا بسبب تعرضه لطفرة وراثية أخفت صبغة الميلانين من ريشه ومحت أيضا هذه الصبغة الخطوط وبعض النطاقات الداكنة التي كان يتميز بها طائر الكناري. يتغذى الكناري على الأعشاب ونظامها الغذائي في الأغلب يتكون من البذور، كما يمكن للكناري المنزلي أن يتغذى على الخضروات أو إضافة كميات صغيرة من الفواكه إلى نظامها الغذائي. من المهم أن تقوم بتزويدها بالفيتامينات والمكملات الغذائية بشكل مستمر. على الرغم من أن تربية هذا الطائر من أجمل الأشياء، ولكن اهتم جيدا به ووفر له قفص خاص لكل زوج من الكناري ولصغاره. تتكاثر طيور الكناري في بداية الربيع وتحتاج إلى كمية كبيرة من البوتاسيوم والكالسيوم في هذا الوقت. كذلك يمكن تقديم البيض المسلوق لها في هذه الفترة، على أن يتم إزالة البيض غير المأكول من القفص حتى لا يفسد وتظهر رائحة سيئة تضايق الطيور. وفي الوقت الذي تفقس فيه الصغار يمكنك تقديم مزيج من صفار البيض المسلوق لها مع بعض الحبوب لأنثى الكناري. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد.